بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 30. فلا يرمى لأنه أمين فأشبه الموتى. نعم. باب الغصب. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. فإن استولى على مال الغير بدون قهر بل بطيبة من نفس صاحب المال هذا ليس بغصب. إذا استولى عليه بإذن صاحب المال هذا ليس بغصب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا طابت نفسه وأذن فليس بغصب، إما عارية وإما هدية وإما، ليس بغصب. بغير حق يخرج إذا استولى عليه قهرا بحق، مثل ما إذا استولى ولي الأمر على مال المماطل ليسدد ديونه التي عليه، مثلا عليه ديون وأبى أن يسدد، أبى أن يسدد، حكم عليه القاضي بالتسديد فأبى، فللحاكم أنه يستولي على أمواله ويسدد منها أو من ثمنها دفعا للظلم، هذا استيلاء بحق، استيلاء بحق مأذون شرعا به وليس بغصب. والغصب حرام، الغصب هو الاستيلاء على أموال الناس قهرا بغير حق، هذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. سواء كانت هذه الأموال منقولة كالدراهم والأمتعة أو كانت ثابتة كالأراضي والعقارات، فإن من استولى عليها قهرا بغير حق وحرم منها صاحبها فهو غاصب، يجب عليه أن يرفع يده عنها وأن يردها إلى صاحبها وأن يضمن ما ترتب على غصبه لها كما يأتي. فإن لم يردها إلى صاحبها فإنه إذا كان يوم القيامة فإنه يقتص للمظلوم من حسناته، يوم القيامة يقتص للمظلوم من حسنات الظالم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه، طرح في النار. لا بد من القصاص. ويأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال كثيرة صالحة كأمثال الجبال ثم تذهب للمظلومين وللغرماء الذين لم يسدد حقوقهم في الدنيا ولم يرد إليهم أمواله، أعماله الصالحة تذهب يوم القيامة، تؤخذ للمظلومين يوم القيامة، ما عندها أموال يسدد منها، ما فيه إلا حسنات. فهذا خطر عظيم، يجب على الإنسان أنه يبتعد عن الظلم وعن الغصب، وإذا وقع منه شيئا يبادر برده واستحلال صاحبه قبل أن يموت وهذه الأموال في رقبته. وجاء في الحديث أن من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يوم القيامة يطوق ما أخذه من الأرض، يعني يجعل في عنقه يحمله من 7 أراضين تعذيبا له. فالأمر عظيم، وحقوق الناس لا بد من ردها إليهم إلا إذا سمحوا، إذا سمحوا. حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، الله عفو غفور،
إذا كان الإساءة في حق الله دون الشرك فهي محل للمغفرة ومحل للعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما حقوق المخلوقين فهي مبنية على المشاحة، لا تسقط إلا إذا سمح بها أصحابها، لا تسقط إلا إذا سمح بها أصحابها، وإلا فلا بد من القصاص يوم القيامة. نعم. مسألة: ومن قصد شيئا فعليه رده. عليه أن يبادر برده، عليه أن يبادر برده، وإن كان عمل فيه أشياء فلا بد من إزالة ما أحدث فيه وضمان ما نقصه، كما يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. ومن أصاب شيئا فعليه رده، لقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على اليد ما أخذت من أموال الناس حتى تؤديه إلى أصحابه، سواء أخذه غصبا أو أخذه وديعة أو عارية أو غير ذلك، لا بد من رد الأموال إلى أصحابها. فعليها يعني تسأل وتضمن حتى تؤدي هذا الحق إلى صاحبه ولا يذهب سدى. نعم. وعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده، يرده ويرد أجرة مثله في الفترة التي حرم صاحبه من الانتفاع به. فلو غصب دارا وبقيت في غصبه مدة سنة فإنه يجب عليه رد الدار ورد ما نقص منها، إذا كان نقص منها شيء أو انهدم منها شيء عليه إصلاحه، وعليه أيضا أجرة المثل، أجرة الدار لمدة سنة أو سنتين أو 10 سنين مدة بقائها عنده وحرمان صاحبها منها، لأنه أهدر عليه منفعتها في هذه المدة، فعليه أجرة مثلها بأن تقدر قيمتها، تقدر أجرتها للمدة التي مكثت في غصبه، تدفع إلى المغصوب منه. نعم. وعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده، لأنه قوت عليه منفعته، والمنافع لها قيمة فيضمنها كالأعيان. يعني إذا نقصت العين أيضا يضمن نقص العين، وإذا كانت العين لم تتأثر ولم تنقص فإنه يضمن الأجرة، الأجرة للمدة التي حرم صاحبها منها، إذا كانت مما يؤجر كالسيارات والعقارات. نعم. مسألة: وإن نقص فعليه أرش نقصه. أي نعم، إذا نقص فعليه أرش نقصه، يعني عوض النقص. إذا كانت السيارة لم يأخذها تساوي 10,000، ثم لما ردها إذا تساوي 7,000، إنه يرد النقص 3,000 مع السيارة، سواء كان نقصها من جهة السعر أو نقصها من جهة تعيب حدث فيها. نعم. وإن نقصت عليه أرش نقصه، لأنه يلزمه ضمان جميع المغصوب أو تلف، فيلزمه ضمان بعضه بقيمته قياسا للبعض على الكل. يعني لو تلف المغصوب كله ضمنه كله، إذا تلف بعضه يضمن البعض أيضا. نعم. مسألة: وإن كان المغصوب فرف جنايته عليه، يعني على الغاصب، سواء جنى على سيده أو أجنبي. إذا جنى العبد المغصوب جنى على غيره جناية توجب أرشا أي دية، فإن الأرش يكون على الغاصب، يكون على الغاصب ولا يدفعه صاحب مالك العبد. نعم.
لا يدفع العرش مالك العبد لأنه لم يجني وهو في يده، وإنما جنى وهو في يد الغاصب، فتكون يكون الضمان على الغاصب لأنه جنى وهو في عهدته وعلى مسؤوليته، يكون عرش الجناية على الغاصب. نعم. وإن كان المغصوب عرش الجناية عليه يعني على الغاصب، سواء جنى على سيده أو أجنبي، لأنه نقص في حق العبد لكونه يتعلق برقبته، فكان مضمونا على الغاصب كسائر نقصه. نعم. مسألة: وإن كان عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. إذا جني على العبد المغصوب، جني على العبد المغصوب جناية توجب مالا، فسيده بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب قرص الجناية، وإن شاء ضمن الجانية، وإذا ضمن الغاصب فإنه يرجع الغاصب على الجاني. سيد العبد الجاني المغصوب بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب لأنه جنى وهو في عهدته، وإن شاء ضمن الجانية لأن العرش بسبب جنايته وفعله، فإذا ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع على الجاني بما ضمن. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين ما شاء منهما الجاني لأنه أتلف، والغاصب لأن نقص العبد حصل وهو في يده، نعم، فلزمه ضمانه كما لو كان هو المؤلف، لأن الجناية إن كانت غير مقدرة كشجة دون عرش موضحة لزم فيها ما نقص من قيمته، وإن كانت على شيء مقدر كقطع يد أو قلع عين فكذلك في إحدى الروايتين. الجنايات تختلف، لأن هناك جنايات فيها مقدر من الشرع كالشجاج التي فوق الموضحة، الشجاج اللي فوق الموضحة كالهاشمة والمنقلة والدامغة، هذه فيها مقدرات، وقطع اليد هذا فيه نصف الدية، قلع العين فيه نصف الدية، وهكذا. وهناك جنايات ليس فيها مقدر من الشرع، إنما فيها حكومة، يعني فيها تحكيم لأصحاب الخبرة، يقدرون هذه الجنايات بما يرونه، فيكون هذا على الغاصب، كله على الغاصب. نعم. وإن كانت على شيء مقدر كقطع يد أو قلع عينه فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة، وفي الأخرى يجب نصف قيمته، ويجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما، لأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب أكثرهما. يعني القيمة، نقص القيمة أو المقدر من الشارع في هذه الجناية، ثلث الدية، ربع الدية، نصف الدية، يعني الأطراف والمنافع فيها مقدرات من الشارع في الأحرار، هذا في الأحرار. أما العبيد ففيهم ما نقص من قيمة العبد، العبد يعتبرونه مثل الدابة مال، لأنه مال يضمن بما نقص لأنه مال. أما الأحرار فقد قدر الشارع فيهم ديات المنافع والأطراف. نعم. ويجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما، لأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب أكثرهما، فإن ضمن الغاصب أكثر الأمرين رجع على الجاني بنصف قيمته لا غير، لأن ضمانه ضمان الجناية. وإن ضمن الجاني ضمنه نصف قيمة، لأن جنايته لا توجب أكثر من ذلك. كما سبق أنه إذا ضمن الجاني استقر الضمان عليه لأنه بسبب فعله، وإن ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع على الجاني،
الغاصب يرجع على الجاني بما دفع للمغصوب منه. نعم. ويقارب الغاصب بتمام النقص كما لو أحدثه. نعم. مسألة. ويزداد المغصوب أو نقص رده بزيادته. إذا زاد المغصوب في يد الغاصب، مغصوب زاد في يد الغاصب، مثلا غصبه وهو هزيل ثم سمن البعير أو الدابة، غصبها يوم يغصبها وهي هزيلة، ثم إنه أعلفها أو قام عليها حتى سمنت، يردها بسمنها ولا يحاسبه على السمن، لأن هذه الزيادة تابعة للعين. وكذلك لو غصبها ثم حملت عند الغاصب وولدت فإنه يرد المغصوب مع نتاجه، لأنه نتاج عين المغصوب منه، فيتبع أصله، يتبع أصله وليس للغاصب فيه شيء لأنه ظالم. نعم. وكذلك الأموال إذا يردها بزيادتها، لو أنه غصب دراهم وباعبها وشرابها حتى كثرت يردها بربحها، لأن الربح تبع للأصل. نعم. القيمة النقدية للنقود دائما تتناقص، فحيرد حين الغصب ولا حين يرد؟ من حين الغصب، من حين أخذها. نعم. ويزداد المغصوب وهو نقص رده بزيادته، وإذا نقص يرده مع عوض النقص. فرضنا أن أخذه غالي ثم حبسه حتى رخص، إنه يرده مع نقصه عن وقت ما أخذه، أو أخذه وهو كامل متكامل ثم حصل عليه نقصان في عينه، يعني في ذاته، يعني ذهب بعض المغصوب، فإنه يضمن هذا النقص، يقوم عليه ويرده على صاحبه. مثل السيارة مثلا، أخذها وهي سليمة وكاملة الآلات ثم تعيبت ونقص منها بعض الآلات، يثمن عليه النقص ويرده كما أخذه. نعم. رده بزيادته سواء كانت الزيادة منفصلة كالسمة وتعلم صنعة، أو أخذه وهو جاهل ثم تعلم وصار له قيمة، يعني أخذ العبد المملوك وهو جاهل ثم علمه ودرسه وصار له قيمة أكثر، يعني قيمة العبد المتعلم أكثر من قيمة العبد الساذج، فيرده بزيادته، وليس له حق يقول أنا أباخذ مقابل تعليمي إياه، لأنه ظالم لم يؤذن له في هذا. نعم. أو منفصلة كالولد والكسب. إيه، يعني أجر الدار، حبس الدار عنده وأجرها وحصلت دراهم كسب أجرة، أو الدابة حمل عليها والسيارة حمل عليها حتى حصلت أجرة، يردها مع كسبها، يردها مع ما مع غلتها، لأن غلت ملك المغصوب منه، ليس للغاصب فيه حق. نعم. أو العبد اكتسب يشتغل وحصل مال، يرده إلى سيده مع كسبه، لأن الكسب ناتج عن العين والعين ملك للغير. نعم. أو منفصلة كالولد والكسب لأن ذلك لما معه ملكه. نعم. ويغلب النقص بما سبق. أما إذا نقص المغصوب فإنه يضمن النقص كما سبق، يعرض على أهل الفن، على أهل الخبرة، ويقدرون النقص ويدفعه للمغصوب منه. نعم. وسواء كانت الزيادة بفعل الغاصب أو بغير فعله، كمن نجر الخشبة بابا أو عمل الشريط إبرا أو عمل الشريط إبرا، لأن ذلك غير مال فيلزمه. سواء كانت الزيادة من صنعة الغاصب، الغاصب أخذ شيء وصنعه أصبح له قيمة فيرده مصنعا وليس له شيء لأنه معتد.
ليس له أجرة مقابل عمله في المغصوب، لأنه ظالم ومعتدي وعمله غير محترم، عمله غير محترم. نعم. يأتي هذا آخر الباب. نعم. فيلزمه رده بزيادته كما لو زاد بسمن أو تعلم صنعه ويأمر النقص بما سبق. مسألة: ولو غسل قطنا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك لذلك. لو المغصوب تحول إلى عين أخرى، المغصوب تحول إلى عين أخرى، مثلا أخذ النسيج القماش، أخذ القماش وفصله ثيابا، وأخذ قماش فصله صار ثياب الآن، يرده ثياب وليس له شيء عن عمله، وإن كان إنه نقص عن أصله، يوم صار ثياب نقص عن يوم كان قماش، فإنه يضمن النقص. أيضا مثلا أخذ الحب، أخذ البر وزرعه صار زرعا، فإنه يرده بنتاجه وثمرته، لأنه عين ملك المغصوب منه وليس له فيه شيء. قال: أنا زارعه وسقيته وتعبت عليه، ما لك شيء لأنك ظالم، وهذا ملك الغير ليس لك فيه شيء، وعملك هذا غير محترم لأنه غير مأذون لك به، فهو هدر. أخذ بيض دجاج مثلا، أو أي بيض من بيض الطيور، ثم تحول إلى فراخ صار مثمن، ما في شك أن الفراخ أنها أكثر قيمة من البيض، يرده فراخ لأنه ملك المغصوب منه. قال: أنا عملت عليه وأنا ما نقول ما العمل قيمة لأنك ظالم، وعملك مهدر لأنه غير مأذون لك بالقيام به. نعم. وإن غصب أرضا وبنى عليه. كيف يأتي هذا؟ نعم. مسألة: وإن غصب عهدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. نعم، الزيادة حدثت عنده وذهبت عنده. مثلا أخذ العبد وهو ما تعلم، جاهل، ثم علمه، ثم نسي العبد، نسي الصنعة وصار مثل يوم يأخذه، نقول يلزمك تضمن الزيادة التي حدثت عندك وذهبت، التي حدثت عندك وذهبت يلزمك تضمنها. الدابة أخذها وهي وحدها، ثم إنها حملت عنده وأنتجت، مات الولد، مات ولدها، يضمن الولد. قال: هو حادث عندي ومات عندي، نقول ولو كان تضمن، لأنك حبستها حتى تلف هذا الولد وهو تابع لها. نعم. لأنها زادت على ملك المغصوب منه، لأن ملك المغصوب لا يزول بالغصب ولو طالت المدة، ملك المغصوب باقي على الغصب، وليس للغاصب فيه أي استحقاق ولو أخذ 100 سنة، هذا فيه استحقاق. نعم. فلزمه ضمانها كما لو كانت موجودة حال غصب. نعم. مسألة: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو مرزوما. الذي سبق كله في رد المغصوب وهو موجود بزياداته ونقصه ونتاجه كله يرد. الآن إذا كان المغصوب تلف، الدابة ماتت أو العبد مات، أو الطعام الذي أخذه أو الدراهم تلفت سرقت، فإنه ينظر إذا كان المغصوب مثليا يرد مثله بالكيل أو الوزن، أخذ 100 صاع يرد 100 صاع، أخذ 100
كيلو يرد 100 كيلو من جنسه ومن نوعه تماما. هذا المثلي، هذا يسمى بالمثلي، المكيل والموزون يسمى مثليا. فإذا غصبه فإنه وتلف فإنه يرد مثله. أما إذا كان غير مثلي، السيارة مثلا غير مثلية والحيوان غير مثلي، يعني غير مكيل وغير موزون، فإنه يرد قيمته، يرد قيمته إذا تلف، قيمة السيارة، قيمة العبد، قيمة الدابة، يرد القيمة في غير المثلي. الحاصل أن المكيل والموزون يرده بمثله، وغير المكيل وغير الموزون يرده بقيمته. نعم. هذا المثلي. نعم. وقيمته إن لم يكن كذلك، إن لم يكن مكيلا ولا موزونا. نعم. أما إذا تلف المصروف عليه مثله، قال ابن عبد البر: كل مرغوم من مأكول أو مشروب، فمجمع على أنه يجب على المستهلك لا قيمته، وإن لم يكن كذلك فعليه قيمته. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العبد. متفق عليه. عبد مشترك بين جماعة، قام واحد منهم وأعتق نصيبه، أعتق نصيبه مثلا له 10 العبد أعتقه، يسري العتق على بقية العبد كله ويثمن العبد ويدفع للشركاء قيمة أنصبائهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه بالقيمة ولم يضمنه بالمثل. ما يقال يشري لهم عبد، لا، يقال العبد كم يسوى؟ يسوى 10,000، يعطي الشركاء أنصباءهم من القيمة ويعتق العقد العبد جميعه، العبد يعتق جميعه، لأن العتق يسري على بقية العبد، ويكون السراية مضمونة على الشريك الذي أعتق نصيبه منه، يضمن للباقين أنصباءهم بقيمتها. نعم. من اعتق بما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد قبل عليه قيمه العبد. هذا اذا كان المعتق الشريك المعتق له مال، اذا كان له مال فانه يقوم عليه العبد ويدفع للشركاء حصصهم من القيمه ويعتق العبد جميعه. اما اذا لم يكن للمعتق مال، ما يستطيع يدفع مال، قال أنا اعتقت نصيبي وبس، ولا عندي مال لبضمن للباقي، فهذا يعتق من العبد بقدر ما عتق، ويكون العبد مبعضا، يكون العبد مبعضا، بعض عتيق وبعض رقيق، هذا يسمى المبعض. وبعض العلماء يرى أنه يستسعى العبد، يستسعى العبد، يعني يترك العبد يكتسب حتى يسدد بقية أنصباء الذين لم يعتقوا. بعض العلماء يرى أن العبد يستسعى إذا كان الشريك المعتق لا يستطيع دفع باقي القيمة، فإن العبد يستسعى، يعني يترك يكتسب حتى يسدد للآخرين. والقول الأول أنه لا يستسعى، لكن يعتق بعضه ويبقى بعضه على الرق ويسمى مبعضا. نعم. فأمر بالتقويم في حصة الشريك، نعم، لأنها مخلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل. وأما إذا تعدى رده مع وجوده فعليه مثله أو قيمته بذلك، ثم اعتذر على رده بعد ذلك رده. إذا كان المغصوب موجودا ولكنه لا يستطيع رده، الغاصب لا يستطيع رده إلى المغصوب منه، فإنه كالتالف، يكون كالتالف، إن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان قيميا ضمنه بقيمته. ثم إن قدر أنه يقدر على رده بعد ذلك فإنه يرده ويسترجع، يسترجع المال الذي دفعه بدلاه. فرضنا أنه غصب العبد، العبد أبق
يعني شرد، ما هو بعد الآن بقبضته ولا يستطيع يرد، هو موجود لكن ما يستطيع يرد أنه شارد، يقول تضمنه بقيمته، تضمنه بقيمته، لأن هذا أصبح كالتالف وإن كان موجودا لكنه كالتالف. أو غصب طائر، غصب طير مثل غصب صقر له قيمة، الصقر طار راح، ما هو باستطاعة الغاصب أنه يرد قيمته، فلو قدر أن الصقر يرجع فيما بعد فإنه يرده ويسترجع القيمة التي دفعها. نعم. ثم إن طلع رده كما لو لم يتأخر رده ويأخذ قيمة، لأن المال أخذها على سبيل لوقع ملكه، فإذا رجع إليه ملكه ردها كما لو لم يكن أخذ شيئا. لا يجمع له بين ملكه وبين قيمته. نعم. مسألة لو غصب شيء وأراد رده ولم يجد صاحبه، غصب شيئا ثم أراد أن يرده، تاب إلى الله وأراد أن يرده وصاحبه غير موجود ما يدري وين راح، هل يتصدق به؟ تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، تصدق به إن كان مما يقبل الصدقة، وإن كان مما لا يقبل الصدقة يتصدق بقيمته. نعم. مثلا طعام تصدق به، دراهم تصدق، ثياب تصدق بها، أرض يجعلها مسجد مثلا أو يجعلها مشروع لعموم المسلمين. نعم. طبعا من أخذ العوض ثم رجع المغصوب كان يلزم برد العوض؟ إيه. لا ما يخير، يعطى المغصوب، يعطى ملكه ويلزم برد العوض. نعم. مسألة، وإن خالف المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. إذا خلط المغصوب بمثله، مثلا أخذ بر، أخذ برا غصبا وخلطه ببر، أصبح هذا البر المخلوط مشترك بين المغصوب منه وبين الغاصب، فإنه يكيل للغاصب بقدر للمغصوب منه بقدر ملكه من هذا المخلوط، يكيل له منه لأنه لا ضرر عليه في ذلك، بر مخلوط ببر وصار هذا المخلوط ملكا الاثنين للغاصب والمغصوب منه، يقال كل للمغصوب منه قدر نصيبه ولا ضرر عليه في ذلك إذا خلطه بما لا يتميز، يعني ما يعرف ملك المغصوب منه من ملك الغاصب، وهو نوع واحد بر مع بر، ما دام نعرف مقدار نصيب المغصوب منه فإننا نكيل من هذا الطعام بقدر حق المغصوب منه والباقي يكون للغاصب. نعم. نعم. وإن خلطه بما يتميز فإنه يعزل نصيب المغصوب منه ويرد عليه. نعم. يرد النقص، يرد مقدار الكيل ويرد النقص. نعم. إن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه عليه مثله منه في أحد الوجهين، منه يعني من المخلوط، فهو قول بن حامد، لأنه قدر على دفع ماله إليه فلم ينتقل إلى البدن في الجميع، فلم ينتقل إلى البدن في الجميع كما لو غصب شيئا فتلف بعضه. فهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، وفي الوجه الآخر يلزمه مثله من حيث شاء، فهو قول قاضي، لأنه تعثر رد عينه أشبه ما لو أتلفه كله. على وجه آخر أنه يرد مثله ولا يرد من نفس المخلوط، والمعنى واحد، المهم أنه يرد للمغصوب منه طعام مثل الطعام الذي أخذه منه، سواء كان من المخلوط أو من طعام آخر، المعنى واحد على الوجهين. نعم. هذا قصد أنه مثله أو مثل المخلوق، فالقول المقصود
أول غاصب أو يحتاج إلى بين. تنازعوا إيش؟ يتنازع أخلا عنك في هذا المر مثلا. إنه مثل مخلوط قال ما المقصود منه لا المجود منه. يعرض هذا يعرض على أهل الفن يشوفون هل المخلوط كله من نوع واحد ولا من نوعين يعرفون هذا. إذا قال المقصود الغاصب أن المخلوط مثل هذا المخلوط إيه وأنكر المقصود منه يعرض على أهل الفن يشوفون إن كان إن المخلوط هذا كله من نوع واحد فالقول قول الغاصب وإن كان إنه من نوعين فهو قول المقصود منه. نعم. طبعاً في الأساس في بر مخلوط. ومدع المقصود منه ان الذي الغاصب غصب منه احسن من هذا البر اجود منه ثم باع تصرف فيه قال دافع انك خلطت معها القول قول الغارم. القاعده ان القول قول الغارم وهو قول المدعي قول الغارم. نعم. ولا يطلب البينه اذا جاء الكلام على ان اذا لم يكن هناك بينه اذا جاء بينه انتهينا. لو جاب الغاصب اللي يجيب بينه منهم يقبل قول البينة على المدعي. نعم. إذا جاب بينه دل على صدقه صار مظلوم. لو أخذنا منه شيء ما هم ما غصبه صار مظلوم. نعم. مسألة وإن خلطه بغير جنسه فعليه بروحه شاء لذلك. إذا خلطه بغير جنسه فعليه مثله. خلطه بغير جنسه أفسده حينئذ يضمنه بمثله لا من المخلوط لأنه لو ضمنه من المخلوط صار فيه ضرر على المقصود منه. نعم. فيعدل المثل لأنه أتلفه عليه. نعم. نعم. حيث شاء يعني حيث اختار المقصود منه. إذا اختار هذا قول إن قال رضيت إني أخذ من هالمخلوط خلاص. نعم. مسألة ويقصد أرضاً وغرسها أخذ بغير غاصب. إذا غصب أرضاً وغرسها فإنه يرد الأرض ويلزم بقلع الغرس لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يلزم بقلع الغراس من الأرض ويسوي الحفر ويسلمها كما أخذها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. نعم. ويلزمه يدل على النخل يدل على الأشجار يدل على الأثل لأن هذا ظلم بقاء هذه العروق في أرض المغصوب هذا ظلم يزال هذا الظلم. نعم. ويلزمه ردها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم على الذي ما أخذت حتى تؤدي. نعم. ويلزمه أرش نقصها. اي نعم. يسوي الحفر التي فيها وإذا كانت نقصت قيمة الأرض بسبب فعله فإنه يضمن النقص أيضا. نعم. ويلزمه أرش نقصها لأنها لو تلفت جميعا لزمه قيمتها. فإذا نقصت لزمه البعض كما يلزمه رمان الجملة. نعم. ويلزمه أجرة. يلزمه أجرة الأرض مدة السنين التي مضت وهو مسيطر عليها كما سبق. يلزمه أجرة الأرض مدة السنين التي سبق أنه مسيطر عليها لحرمانه صاحبها من الانتفاع بها طول هذه المدة. يقدر لكل سنة أجرة يلزم بدفعها. نعم. ويلزمه الأجرة لأنها مشغلة بغير إذنه أشبه غصب الدابة. نعم. مسألة وإن زرعها أما الزرع إنه لا يقلع. الزرع لا يقلع مثل الشجر لأن الزرع مؤقت مدته يسيرة بخلاف الشجر فإنه يبقى مدة طويلة فلذلك يقلع. أما الزرع فإن مدته يسيرة فيبقى إلى الحصاد ولا يتلف لأن في إتلافه إتلاف مال يبقى إلى الحصاد. فإن شاء صاحب الأرض
أخذه بقيمته مع الأرض، وإن شاء أبقاه إلى الحصاد للغاصب وله أجرة الأرض، له أجرة الأرض، الخيار للمغصوب منه. إن شاء أن يأخذ الزرع بثمنه له ذلك، إن شاء أن يبقى الزرع للغاصب فله ذلك مع دفع الغاصب أجرة الأرض إلى الحصاد. نعم، لأن الزرع مدته يسيرة، وأنما ورد الدليل بقلع الأشجار ولم يرد بقلع الزروع التي مدتها يسيرة. نعم. مسألة: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها لذلك. نعم. مسألة: وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك، يعني بين تركه بالأجرة بما سبق وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم. لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. والفرق كما ذكرنا بين الزرع والشجر أن الشجر تطول مدته وتأثيره في الأرض أكثر من تأثير الزرع، أما الزرع فأولا إن مدته قليلة، وثانيا إن تأثيره في الأرض لا يضرها، لا يضرها الزرع، عروقه يسيرة ولا تضر الأرض. نعم. مسألة: وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد. لزمه؟ لزمه الحد، زنا، حد الزنا. يعني إذا غصب جارية يعني مملوكة، جارية يعني مملوكة، ووطئها لزمه الحد لأنه زان، ويلزمه أيضا أرش نقص الجارية. نعم، إذا نقصها ذلك. نعم. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد لأنه زان. نعم. لكونها ليست زوجته ولا ملك يمين. لأن الله إنما أباح الوطء بأحد أمرين، إما بالزواج وإما بملك اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالذي يطأ بغير زواج وبغير ملك يمين هذا زان، عليه الحد. نعم. ويلزمه ردها بقوله صلى الله عليه وسلم: على كل يد ما أخذت حتى تؤدي. نعم. ورد ولدها لأنه نماء غير ملكه. إذا ولدت منه فإن الولد يكون لمالك الأمة لأنه نماؤها مثل الدابة، وليس ولدا له، ما يكون ولدا له، يكون مملوك، لأن الولد يتبع الأم، ولد الأمة يتبع أمه في الرق، يتبع أمه في الرق. لو تزوج حر بأمة صار أولاده منها أرقاء. نعم. إلا إذا اشترط، إذا اشترط أن أولاده أحرار صاروا أحرار، أما إذا لم يشترط فإن الولد يتبع أمه في الحرية وفي الرق. نعم. ويلزمه معه مثلها سواء كانت مطلقة أو مطالبة. يلزمه مهر مثلها، ردها ورد ولدها ومهر مثلها، وإن كانت بكرا وافتضها يلزمه أيضا أرش البكار. إذن يلزمه أربعة أمور: رد الجارية، رد ولدها، رد مهرها، رد الأرش، أرش البكارة إذا كانت بكرا. نعم. ويلزمه مهر مثلها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، لأنها لحق للسيد، لأنها ليس لها أن ترضى بهذا، لأنها ملك لغيرها، فرضاها لا يسقط حق الغير. نعم. لأن هذا حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها. نعم. فلا يسقط بمطاوعتها. لكن هي ليس عليها حد،
وإنما تعزر تعزير. نعم نعم. إن كان الواطي متزوجا فإنه يرجم، وإن كان غير متزوج فإنه يجلد 100 جلدة. نعم. فلا يسقط بمقاومتها كما لو أذنت لقط يدها. مسألة. ويجب أرث نقصها. هذا الشيء الرابع. نعم. إن نقصت بالولادة كما يلزمه أرث نقص الأرض إذا زرعها. نعم. مسألة. ويجب عليه أجرة مثلها لكونه شغل ملك الغير. هذا خامس أيضا. هذا أيضا تضمين خامس، وهو أجرة مثلها عن المدة، لأنها مملوكة، فإذا حبسها عن صاحبها عليه أجرة مثلها. نعم. لكونه شغل ملك الغير بغير إذنه، وإن كانت فكرا لزمه أرش بكراتها مع المرض، لأنه بلد آخر منها. هذه خمسة أشياء. نعم. وإنما اجتمعا لأن كل واحد منهما يضمن مفيدا، بدليل أنه لو وضعها في الجبل وجب مهرها، ولو اضطرها بأسبوعه وجب أرش بكرامها، وعنه لا يلزمه مهر الطيب لأنه لم ينقصها ولم يؤلمها فعليهما لأنه وضع جارية غيره بغير نكاح، وإن ولدت فإن كان جاهلا بالواقع وجاهل أنها مغصوبة فإن ولده يكون حرا لأنه مغرور، أما إذا كان عالما بالواقع وأنها مغصوبة فليس له شيء، والولد يتبع أمه كما سبق. نعم. وإن ولدت منه فهو حر، لأن اعتقاده أنه يضع مملوكته. يعني هذا اللي هو يرى صار مغرور مخدوع. نعم. منع خلاف الولد رقيقا أو يلحقه نسبه. وإن ولدت منه فهو حر. نعم. لأن اعتقاده أنه يضع مملوكته. أي نعم، فيكون ولده تابعا له. نعم. لأن لماذا جناه مهرمته؟ جناية، لأنه جنى عليها. يرجع على من غره ويدفع مهر المثل ويرجع به على من غره. أين؟ هو قرار الضمان على الغاصب، لكن المغصوب منه مخير، إن شاء يأخذ من المشتري لأنه هو اللي باشر العمل، وإن شاء يأخذ من الغاصب، وإذا ضمنه المشتري فإنه يرجع على الغاصب، القرار على الغاصب لا شك. نعم. ويلحقه نسبه لأنه فوته على سيده، وإذا دفع قيمته رجع بها على الغاصب لأنه هو الذي غره، فقرار الضمان كله يرجع على الغاصب. نعم. قال الفرقي يفتيه بمثله، يعني في السن والجنس والصفات، وقد نص عليه أحمد رحمه الله، وقال الخطاب يفتيه بقيمته لأن الحيوان ليس بمثله، لأنه يعني ليس مثليا، المثلي هو المكيل والموزون فقط، والحيوان لا يدخل في قاعدة المثلية لأنه يتفاوت ويختلف. نعم. ووجه قول الفرقي أنهم أحرار، والحر لا يؤمن بقيمته. نعم. ويلزمه أجرة مثلها كما لو غصب بهيمة، سبق هذا، ويرجع بذلك على الغاصب، يرجع بذلك كله اللي سبق يرجع به على الغاصب، قلنا أن قرار الضمان على الغاصب وإنما يضمن هو لأنه مباشر فقط. نعم. لأن المشتري دخل على أنه يتمكن من الوقت بغير عوض وأن يسلم له الأولاد، فإذا لم يسلم له ذلك فقد يسلم غرر. يسلم وأن يسلم له الأولاد، فإذا لم يسلم له ذلك فقد غرر. أي نعم، يرجع كل
في كل ما دفع يرجع بها على الغاصب. نعم. فيرجع إليه كالمغرور بتزويج الأمة على أنها حرة. نعم. هذا الشفاعة. يكفي. نعم. نعم. عليه ليس له من الزرع شيء إذا أراد صاحب الأرض أخذ الزرع فهو أحق به لأنه نابت في ملكه. أما إذا قال صاحب الأرض أنا ما أبي الزرع، أنا ما أبي الزرع، نقول الزرع للزارع وعليه أجرة الأرض، عليه أجرة الأرض هذا. نعم. طبعا إن غصبت زوجة المغصوب منه ثم استبرأها وطرأها ما ولده. ما إيش؟ إذا غصب زوجة المغصوب منه ثم استبرأها ووطأها ثم ولدت، الولد يتبع الغاصب. هذا زاني، يعتبر زاني، الزاني لا يلحقه ولد، الزاني لا يلحقه ولد، يكون ولد الزنا تبع لأمه فقط ولا يتبع، يتبع إلا أمه فقط. نعم. ليس له أب، ليس له أب، ولد الزنا لا يلحق بأب، إنما يكون يلحق بأمه فقط. نعم. والغصبها ووطئها شلون شبهة؟ غصبها، غصبها ووطئها هذه شبهة، وهي ما هي بزوجة الله، هذا الزنا. يتواطأ على ذلك طبعا. ما يجوز يتواطأ على هذا، حرام. نعم. العقد عليه هذا هو عقد فاسد، يعني شبهة، ما هو تقول غصبها، ما تقول عقد، يعقد على امرأة في عصمة رجل، العقد غير صحيح، باطل العقد، باطل. يصير زنا هذا الشيء. نعم، لا شك انه زنا، من عقد على امرأة في عصمة غيره فهو زان، يقام عليه حد الزنا، والعقد هذا لا قيمة له. لما ذكر الله المحرمات قال والمحصنات من النساء، يعني من جملة المحرمات، المحصنات يعني ذوات الأزواج. نعم. يقام على حد الزنا، لا شك في هذا. نعم. قول الشيخ رحمه الله: عند أعمال البناء والصيانة عرف، وهو أن العامل المستأجر يشتغل لمدة يوم كامل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، وبأجر محدد، ولكن طبيعة العمل مختلفة وترجع حسب نوع العمل والموقع، فما حكم هذا الحكم؟ ايش يقول؟ عند أعمال البناء والصيانة حكم، وهو أن العامل المستأجر يشتغل لمدة يوم كامل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وبأجر محدد، ولكن طبيعة العمل مختلفة وترجع حسب نوع العمل والموقع، فما حكم هذا؟ حكمه جائز إذا تراضوا على هذا، على المدة وعلى نوع العمل وعلى الأجرة، الشروط متوفرة، الأجرة معروفة، المدة معروفة، العمل معروف، فهذا عقد صحيح. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله: لو استأجر شخص عاملا ليعمل له عملا، إما سباكة أو قيادة أو نحو ذلك، أو استأجره لإصلاح صناديقه ومواسيره، ولكن هذا العامل عمل ما له جهده، ولكنه لم يتمكن من إنهائه إما لجهله أو لعدم تمكنه أو لغير ذلك، فهل له شيء من الأجرة؟ نعم، له قدر ما عمل، له قدر ما عمل، يقدر له قدر ما عمل، النصف، الربع، الخمس، يقدر له أهل الخبرة قدر ما عمل يعطيه، وإن اجتهد صاحب العمل وأعطاه ما يرضيه فلا بأس، وإذا تنازع يرجع إلى أهل الخبرة فيقدرون له عمله، يقدرون له مقدار عمله. نعم. ذكرت حفظه الله أن الأجير المشترك لا يضمن إذا لم يتعدى، فما توجيه قول المؤلف رحمه الله
ويظلم النصارى والخيار وعلمهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حجزه. تلف بعمله الذي تعدى فيه، أما إذا كان العمل جار على العادة جار على العادة فلا يضمن، لأنه يعني أذن له أنه يعمل هذا العمل، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وأذن له أنه يعمل هذا العمل وتلف بسببه وهو لم يتعدى جار على العادة ليس عليه ضمان. نعم. وفضيلة الشيخ رحمه الله، قول المالك رحمه الله ولا ضمان على الراعي إلا من يتعدى، هل المراد هنا الراعي الخاص أو الراعي المشترك؟ كله واحد، الراعي الخاص والراعي المشترك. الراعي الخاص أن أنتم واجله يرعى أغنامك ولا يرعى لأحد غيرك، والراعي المشترك اللي يرعى لأهل البلد كلهم، هذا مشترك، كله واحد سواء كان خاصا أو مشتركا، إذا لم يفرط فليس عليه ضمان. نعم. وقال الشيخ رحمه الله، شخص استاجر مني شقة لمدة سنة للسكن ولم يكن بين شروط وبعد ستة اشهر وضع المستاجر على سقف الشقة تش استقبال الدفع الخارجي، فامرته بازالته فلم يمتثل. السؤال، هل يحق لي ان اخرجه قبل انتهاء المده حتى ولو دفع ثمن التجار مقدما ام لا؟ لا شك ان هذا منكر، لا شك ان هذا منكر، يجب عليك انكار المنكر واخراجه، اذا تمكنت من اخراجه يجب عليك اخراجه، لان هذا منكر، قد قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا منكر احدثه في ملكك فلك الحق في اخراجه، لك الحق في اخراجه لانه احدث في ملكك منكرا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقه الله، ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المقاصد بأن يشرط على ما تلف من الثياب أو راع، إضافة إلى أن صاحب الدش هذا يؤذي الجيران، يؤذي جيرانه والعياذ بالله، ويسبب على الجيران شرا في أولادهم، ربما يريد أولادهم ونساؤهم أن يقلدوا صاحب هذا الدش فيقوموا على أبيهم أو على وليهم ويطالبونه أن يعمل، فهو ضرر، كله ضرر، هذا منكر وفيه أضرار يجب إزالته مهما أمكن ذلك. نعم. نعم، لا هو معتدي ما له عوض، معتدي. نعم. لا، مدة إجارته لا يمكن، مدة إجارته المنفعة ملك له، ما يجوز لصاحب الملك أنه يحدث شيء إلا بعد نهاية الإجارة. نعم. نعم. الشيخ وفقه الله، ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المقاصد بأن يشرط على ما تلف من الثياب أو ضاع بأن يدفع نصف قيمة الثوب فقط؟ ما يفعله إيش؟ بعض أصحاب المقاصد بأن يشرط على من تلف من الثياب أو بأن يدفع نصف قيمة الثوب فقط. هذا غلط، ما يجوز الشرط هذا، الشرط هذا لا يجوز، ما يضمن إلا ما كان بسبب تفريط، أما أنه يلزم بدفع ضمان شيء ما فرط فيه هذا لا يجوز. نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو غصب رجل من رجل عبدا فنصره بدله ثم عاد رجعه فمن عمل، هل يكون ذلك إخلاف له؟ إذا غصب عبدا مسلما ونصره يعني يجعله نصراني، نعم، لأنه يلزمه في هذا قيمة العبد، يلزمه في هذا قيمة العبد لأنه أتلفه عليه، أتلفه عليه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لأنه إذا ارتد العبد، لاحظوا أنه إذا ارتد العبد يجب قتله،
يجب قتله، فهو أتلفه عليه. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، في هذا اليوم كنا في مكان العمل وكان الوقت غائما ومبدرا، فصلينا طهر وجمعنا مع صلاة العصر، وبعد صلاتنا من العمل تحسن الجو وتوقف المطر، فما صحة الجمع؟ هذا الجمع غلط، لا يجمع بين الظهر والعصر، هذا هو الصحيح. فتعيدون صلاة العصر، تعيدون صلاة العصر. أيضا أنتم ما أنتم في مسجد، أنتم في عمل، فما الداعي للجمع؟ أنتم تبون تخرجون من وقت الدوام، إذا انتهى الدوام تبون تخرجون، فلا داعي لهذا الجمع، الجمع كله غلط، وتعيدون صلاة العصر. نعم، لأن الجمع من أجل المطر هذا خاص بالمغرب والعشاء على ما فيه من خلاف، أما الجمع بين الظهر والعصر هذا وإن قال به بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا يجوز. نعم. اللي جمعوا في مسجد مفتين بهذا، مفتيهم حتى طلبة العلم، كيف على مسؤوليتهم، على مسؤوليتهم وذمة من أفتاه. نعم. لكن اللي جمعوا في مكان العمل ليس لهم حق الجمع، ولا أظن أحد يقول بأنه يجمع بين الظهر والعصر في مكان العمل. نعم. إنما هذا الخلاف إنما هو في جماعة المسجد. نعم. نعم. ها؟ في بيت أو قرية أو مكان. إذا جمعوا الناس، إذا جمعوا الناس يجوز لهم يجمعون ولهم في بيت، لكن وراهم يصلون بالبيت خلون المسجد. ها؟ لا، ما يجوز لهم يجمعون إلا إذا جمع أهل البلد اللي هم فيه، حكمهم حكم أهل البلد. نعم. النساء حكمهم حكم أهل البلد، إذا جمعوا يجوز لهم يجمع. نعم. وإذا لم يجمع أهل البلد ما يجمعن. نعم. وفضيلة الشيخ رحمه الله، هل المضمضة في غسل الجنابة واجبة؟ وهل إذا نسيها ثم صلى وتذكر بعد ذلك يعيد صلاته؟ نعم، المضمضة واجبة في الوضوء وفي غسل الجنابة، لأنها من الظاهر ليست من الباطن، هي الفم من الظاهر، ولذلك الصائم لو وضع في فمه شيئا لم يفطر، أنه في حكم الظاهر، إلا إذا ابتلعه، إذا ابتلعه متعمدا أفطر، أما ما دام في فمه إنه لا يفطر، هو في حكم الظاهر، والظاهر من البدن يجب غسله في الجنابة، ويجب غسله إذا كان من أعضاء الوضوء. فمن اغتسل من الجنابة ولم يتمضمض أو لم يستنشق فإنه يعيد الاغتسال، لأنه غير تام. وإن كان له عذر في ترك المضمضة والاستنشاق فإنه يتيمم، يتيمم، مثل لو كان في فمه جروح ولا يستطيع إدخاله الماء أو في أنفه، فإنه يجنبه الماء من أجل المرض ويتيمم. نعم. أما إذا كان إنه ما فيه بأس ولكن تركه من باب الإهمال فإن غسله غير صحيح ولا تام. نعم. إذا جمع أهل المسجد يقول الفقهاء لهن ذلك، لأن الرخصة تعم، بس عموم الرخصة، يقولون عموم الرخصة، يقولون ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. نعم. توسع هذا كيفه. نعم. الصلاة الأولى يعني صلاة الماضي. أي. لا يجمع وحده. لا ما له داعي، ما له داعي. إنما جعل الجمع من أجل الجماعة، من أجل صلاة الجماعة. أي نعم. أما المنفرد ما هو بحاجة للجمع. نعم. بعد الجمع صلوا الجماعة. لا
يعني دخلوا مع الإمام اللي صلى العشاء وهم بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة هم يجلسون، ما في بأس إن شاء الله. هم بعد الصلاة يصلون مع بعض؟ أي نعم، يصلون العشاء جماعة هم أنفسهم. نعم. نقول فضيلة الشيخ أفضل الله، شخص يصلي العشاء مع جماعة الأولى أي مع الإمام الرابع، وإذا أراد الصلاة جماعة أخرى صلى معها العشاء فهو يداوم على ذلك. هذا غلط، هذا غلط، ما يجوز يكرر الصلاة، ما يجوز يكرر الصلاة. إنما ورد استحباب هذا في حق من صلى مع الجماعة ثم دخل واحد فايتته الصلاة، فله أن يقوم يصلي معه جماعة، علشان إن هل جاء متأخر يحصل له أجر الجماعة، تكون لهذا نافلة. قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، من أجل الجبر الذي دخل، ما يصلي منفرد. أما ناس يصلون جماعة بعد الجماعة الأولى يقوم يصلي معهم ثاني، هذا ما يجوز، لا يجوز تكرار الصلاة. نعم. نعم. ما هو أحسن؟ الأحسن أنه يكون مع الجماعة، إذا جمعوا يجمع معهم ولا يشذ عنهم، ما يشذ عنهم، والحمد لله هذا رخصة من الله عز وجل، تخفيف على العباد. نعم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى غير الجمع، احنا نتكلم الآن عن الجمع. أما الصلاة في الرحال إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا مانع أيضا. نعم. من الفرائض، الفرائض ليس لها وقت نهي، متى ما تذكرها يصليها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. فالقضاء ليس له وقت نهي، يقضي في أي وقت تذكر أو استيقظ. نعم. تتداخل راتبة المغرب التي بعدها مع راتبة العشاء التي بعدها، يصلي ركعتين عن الجميع إن شاء الله يكفي. نعم. وإن كرر صلى ركعتين عن المغرب عن راتبة المغرب وركعتين عن راتبة العشاء فهذا أتم وأحسن، ما في شك، زيادة عمل. نعم. وإن نواهما جميعا بركعتين فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هذا حق الإنسان. ها؟ نعم. إذا صلى مسجد الظهر المغرب. إيه. نعم. صلى مسجد آخر يصلي العشاء. يجمع. يجمع. لا، تفرقت الصلاة، بيروح من مسجد لمسجد، حصل بين الصلاتين وقت، ما صار جمع هذا. نعم. تصوّرنا في مسألة تضمين الغاصب، لو أن المال المقصود نما في الملك، لو قلنا له أجر منه، كما قلنا في الجبر. نعم. لو قلنا له أجر منه. من هو؟ الذي غصب المال ونما منه. إيه. لو قلنا له أفضل المال. له قيمة النما تقول؟ لا، الغاصب له قيمة الزرع، إذا أراد صاحب الأرض أن يأخذ الزرع له قيمته، قيمة الزرع بس، خاص بالزرع، ما يجوز، هذا خاص بالزرع فقط. لا، ما يعطى شيء في غير الزرع، ما يعطى شيء، ليس له شيء. نعم. لا أعلم مانعا من هذا، هو ماء، ما هو القرآن، ماء، لا أعلم ما يمنع من هذا. نعم. وهو الشيخ رحمه الله، امرأة تساءلت في قضاء رمضان 5 أيام
لدوره شهريه ودخل رمضان الاخر فماذا تفعل مع القضاء؟ اذا اخرت القضاء الى رمضان الاخر من غير عذر انما من باب التساهل فانها يلزمها شيئان القضاء واطعام مسكين عن كل يوم عن التاخير. نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا رجح احد الاصحاب رايا خلاف المذهب هل يعد وجها للمذهب؟ ترجيح لا يعد وجه، ترجيح قول او روايه عن الامام لا يعد إحداث قول جديد. الوجه هو ما لم يكن من كلام الإمام تخريج ما كان عندنا الرواية، هذه شيء، وعندنا التخريج وعندنا الوجه. الرواية ما كان من كلام الإمام، والتخريج ما خرج على قواعد الإمام، لم يقله الإمام ولكن يخرج على قواعده، هذا تخريج يسمى. الوجه ما كان من قول أحد الأصحاب ليس من كلام الإمام ولا تخريجا على قاعدته، وإنما هو قول ابتكره عالم من علماء المذهب اجتهد فيه، هذا يسمى وجه. نعم. لا، التخريج أصله من كلام الإمام، خرج يعني مقيس على كلام الإمام. أما الوجه هذا ابتكره أو اجتهد فيه أصحابه. نعم. أصحاب الأول شيخ ولا متأخرين؟ أصحاب المذهب يعني، أصحاب المذهب المعاصرين منهم يعني. ما إذا بلغوا رتبة الاجتهاد، المعاصرين إذا بلغوا رتبة الاجتهاد ما يسمون من الأصحاب ولو. نعم. أما إذا كانوا مبتدئين ما يعتبرون يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يقول من عملنا في مراسيم الزواج أن يكون يوم قبل الزواج يسمى بيوم الحنة ويلقى فيه بالحقوق ودعوة الأقارب. يوم ايش؟ الحنة. الحنة؟ الله. اي. ويلقى فيه بالحقوق ودعوة الأقارب وبعض الجيران لذلك، ثم يوم الزواج تقوم بحقوق فيه مع الإنشاد، وهذا بالنسبة للنساء فقط. وبعد ربع اسبوع على الزواج تذهب العروس الى اهلها ويعمل لها احتفالا، وتدق فيه الدخول مع الانشاد ايضا بالنسبه للنساء، فهل في ذلك حرج ام لا؟ الرخصه انما وردت في ليله الزفاف، وردت الاحتفال ودق الدف للنساء في ليله الزفاف، اما ما قبلها وما بعدها هذا زياده لا تجوز، زيادة لا تجوز لأنها لا داعي إليها ولم يرد بها دليل. الرخصة إنما وردت في ليلة الزفاف فقط. نعم. لكن هذا لا يحبون الترفيه عن أنفسهم وينتهزون فرصة العرس أو الأعراس، ينتهزونها فرصة للترويح عن أنفسهم. نعم. هو شرع هذا ورخص فيه إلا لأجل إعلان النكاح فقط، هم لأجل الترفيه، لأجل إعلان النكاح، رخص فيه مرة واحدة ليلة الزفاف، حصل المقصود انتهى خلاص، الرخصة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. نعم. ليلة الزفاف. نعم. ما؟ نعم. ما يجوز، ما يجوز إلا ألفاظ النزيهة، ألفاظ النزيهة ليس فيها تشبيب وليس فيها تلحين وتطريب ولا يصحبها موسيقى ولا تكون بالميكروفونات مكبرات الصوت، إنما تكون بصوت مجرد لا يسمعه إلا النساء الحاضرات فيما بين. نعم. إذا طاف المدعى الله عنك بين العقد وليلة الزفاف، العقد ما له شيء، العقد إنما هذا ليلة الزفاف إعلانا له، إعلانا للزفاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عقود تسمى بعقود الصيانة كصيانة المكان أو الأجهزة، ويكون في العقود شرط الصيانة شهرية أو سنوية يصلح ما تعاقب منها، وقد لا يكون هناك عقد شهر أو شهرين وبالتالي لم يصلح شيئا في هذه الأشهر، فما حكم هذا المال؟
لا بأس بذلك، هذا كان موجودا في هذه البلاد من قديم. كان مثلا النجار يقوم بإصلاح آلات الفلاحة السواني، وله مقدار من التمر أو مقدار من البر يعطونه إياه على رأس السنة، وكذلك اللي الخراز يقوم بإصلاح الغروب طول السنة وله مقدار يدفعونه له من الزرع. كان هذا العمل موجودا ولم ينكره أحد من أهل العلم، والمصلحة تقتضي هذا، فعقد الصيانة لا بأس به إن شاء الله، لأن فيه مصلحة للطرفين، هذه له مصلحة الفلوس، وهذا له مصلحة صيانة الآلات وصيانة المحل إذا تعطل شيء. والمشتريات تكون على المالك، ما في شك، ما تكون على العامل. مشتريات والتغييرات الأشياء تكون على المالك، ما يسلمها العامل، إنما العامل يأخذ مقابل عمل يده فقط، عمل يده فقط. داخل في باب الإجارة، نعم. إن العامل إيش؟ لا، ما يجوز هذا، هذا يصير فيه غرر، يصير فيه غرر، قد يشتري آلة بأضعاف مضاعفة على أجرته، نعم. الله يحفظك. نعم، صبر الجماعة مقام الخامسة، هو يظن أنها رابعة. إيه. نعم. لما سبحوا المؤمنين، ولكنهم ما جلس. نعم. فقام الناس معه. صلوا الخامسة وهم يعلمون أنها خامسة. فلما سبب الإمام قال يعني أن فاكر أنها رابعة، ويعني لم يعني يقبل. يعني معذور. فأخبرهم أنه من زاد عن الرابعة وهو متعمد. تبطل صلاته بشرطين، أن يكون متعمدا وأن يكون عالما بالحكم، أما إذا كان جاهلا أو كان غير متعمد فلا تبطل صلاته، فإذا كانوا جهالا بالحكم فصلاتهم صحيحة إن شاء الله. ماذا يفعل؟ يجلس إذا كان عالما بالحكم وعالما أنه زائد، يجلس ويتشهد التشهد الأخير، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. في عقد الصيانة العين يعني العقد معلومة أو مجهولة، لازم يحدد مكان العمل، يقول له مثلا هالمسجد هذا تقوم بصيانة لمدة سنة، تنظيفه وإصلاح المكيفات وإصلاح المقرفون بمبلغ كذا وكذا مدة سنة، لازم يعين المحل مكان العمل. نعم. مشاريع الكبار مشاريع الكبار لنا جامعية أو مركز سكن كبير صيانة النبيل، لازم يعرف مباني الجامعة كلها ويعرف، يأخذها كذا وهو ما يدري، لازم يعرف مكان، يعرف مبانيع اللي تدخل تحت حقده، يحيط به ويعرفها ويكتبها، لا يكتبون هذا ويوثقونه. نعم. الشيخ يقول لا تعاد الصلاة المرة الثانية. اي لا تعاد. طيب فعل وعاد رضي الله عنه، ما عادها على انها صلاة، عادها على انها نافلة، وأيضا عادها لمصلحة، وهو أن المصلين يرغبون الصلاة خلف معاذ، يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل. كان إماما لهم. كان إماما لهم، نعم. هذول حضروا صلاة الجماعة، ما ينفردون يجلسون والناس يصلون، حضروا إقامة الصلاة يدخلون مع الناس، ولا يجلسون ومن دخل يقول وراء ذولا ما يصلون. استغرب هذا، يعني صلاة الجماعة ما هي بصلاة اللي فاتتهم جماعة. نعم. صلاة الجماعة الأصل. نعم.
صلي العشاء. نعم. صلى مع ناس ثم اجمعوا. ايه. كيف يصلي؟ هو جمع في مسجد الشيخ واتى الى مسجد يعني يصلون العشاء. جاء عقب ما اقيمت الصلاه ولا وهي تقام الصلاه؟ تقام الصلاه يدخل معهم وتكون نافله له. اما اذا كانوا جاءوهم في اثناء الصلاه هو يجلس ما خالف. نعم. ها؟ تهنئة والمطر من المباحات، ما في بس مباحة. اللي يعتقد أنها سنة غلطان، أما اللي يعتقد أنها مباحة ومن باب الفرح بفضل الله طيب لا بس. نعم. أي. لأنه فوت هذه الصناعة التي تعلمها عليه، حبسه لما نسيها، حصلها ثم حبسه لما نسيها، فوتها عليه. ها؟ إيه، لكن اللي تعلم منه ما هو العبد، هو اللي كسبها. نعم. سبحانك اللهم.